أفشل برنامج بالعالم. أفشل برنامج بالعالم. يلا نبلش البرنامج. يا حبيبي يمي مصطفى صديقي والجهال برد يلعبون. ادري شو اسوي لهم الفرقه يعني؟ قلت لهم العيد ميلاد الساعه 12 الساعه 3 لحد الان ما جايين. ماشي ماشي ماشي، حدبر فرقه مال عيد ميلاد مال اطفال، مو مشكله ماشي انا ادبرها مو مشكله. ماشي باي ماشي. شنو تريد فرقه؟ اي فرقه مال بس مال اطفال ميلاد ابني هسه، فاريد فرقه مال اطفال. راح اجيب لك احلى فرقه مال اطفال. مال اطفال مال اطفال. اي ماشي تفضلوا. اهلا اهلا يا اهلا اهلا حبيبي استاذ، شلونك؟ من ذول؟ من ذول؟ وين تفضل؟ من ذول؟ الفرقه مال العيد ميلاد. لحظه يا فرقه يا فرقه يمي انا مال اطفال. انت قلت هذول مو مال اطفال؟ شنو هذا؟ انا قايل لهم شنو الاشكال هذا؟ لك تدري اذا مرتي جت وشافت هالاشكال شو راح تسوي بيها؟ انا هسه اقول لك، هاي فرقه مال اطفال مال عيد ميلادات، انا فهمهم. بس تعال خل اقول لك، استعد تدري اذا مرتي جت وشافت هاي البيت راح اسوي فيها؟ يمي يمي الموضوع يمي. كل اللي حضروا الكرام اهلا وسهلا بكم، ان شاء الله يوم تستمتعون ويانا بالحفله. حفله عماد حبيبي شنو اسمك؟ انه احلى 100 دولار عليها جبن محروقه حبيبي انه بالعيد ميلاد. طبعاً الفرقة غنية عن التعريف، ويانا أسامة مدير الإيقاع وعازف الطبلة. أسامة طح طح ويانا، لا ويانا خريجة أجيال الملاهي ملكة الرعشة صباب الرعشة. لا حبيبي صديقي موزارت الملاهي دوسي هيوة. طبعاً أنا الفنان غني عن التاريخ طبعا، ويا البومي الجديد ان شاء الله حينزل هالموسم كل الملاهي حكيت على. نعم شوف 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 يا كيت، بعيد ميلاد اطفال عندنا، اهدوا شويه ركزوا، ريد اغاني مال اطفال. لا تروح كيت وتحي، وين قاعدين التحيات مالها احنا حبيبي؟ يعني هو شغلنا هيك صار يا ابو حسان. اقول لهم يا ابو هاي الحفلات بعد يبكوا اغاني مال اطفال. تعال ناس مو راح وما ظلم حبيبي. عيني قلبي عيني. قالوا صديقك سكر وداخل سبع دوخات، قالوا صديقك كمش ويصرف على الحاتات. يا جديد لا تغنون انتو، البيات من اطفال، احترموا براءة الاطفال. اخي شغلنا يعني، ليش تدخل شغلنا؟ وين جايين انتو؟ مو بالملهى انتو، عيد ميلاد من اطفال شو يوم فهموا؟ انا هسه فهمهم وانا احكي لك. تعال شو السالفه؟ مطيني انت الفلوس عمودي شنو؟ صح هاي مال الحفله عوفه. شو تريد حبيبي؟ مال اغاني اطفال. ميكي وميني كانوا سوا، لا كهرباء ولا بوا، وميكي سكر ميكي سكر ميكي سكر. هاي اسكت يلا السكر شنطها. انا وضحت له ميكي بعد بعد شو تريد اكثر من ميكي؟ ميكي عيب عيب، انت تقبل اطفالك هيك يسمعون؟ اي لا انا ارتب لك اياها مال جهال. انت ولا انت اقبلني شاطي شاطي يا مط بط يا مط يا بط يا بط اسبح بالشام يا بط يا بط اسبح بالشام يا بط يا بط اسبح بالشام. برنامج بالعالم. اقول لك ها اريد اسوي دايت. صدق تحكي؟
صار لك سنتين تريد تسوي دايت وما سويت. لا 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 هالمره صدق يا معود شوف لازم اسوي دايت. لك بابا هذا فلوسك بيخليه. عافية من البطل. كابتن بس شوية ايدي كابتن. وحش بطل. من انت؟ انا السيد دايت راح ابقى وياك لحد ما اضعف وياك. اليوم اول يوم مستعد؟ طبعا مستعد. بس دانقنق شوية شرأيك نأجلها لباكر بشرفك. ماشي باكر باكر. لك هاي تسوي؟ مو أمي مسويها باكر وإحنا ما نسويها هواية. فشو رأيك تقعد تاكل وياي ويصير بيناتنا باكر ومليل. ولك هاي شنو ما كلك الدسمات. لعد باكر باكر نبلش شرفك باكر. وتالي هالاسمان هذول. يلا باكر باكر. ولك هاي شبيك شوف كرشك وين واصل؟ صار لنا اسبوع بعد حدا ما مبلشين، اليوم نبلش. دباع دباع لك شلون اباوع؟ ولك سويها مره بالاسبوع لا تاكل اكل هذا. شوفهم شوفهم شوفهم. لك شوف خلي يصير عندك عزيمه وصرار. ايه ماشي. الطير هي ما دايت. لك هاي تسوي؟ بجر. لك انا اكل اكل هذا؟ كل سعرات حراريه وجسم؟ مستحيل اكل اكل هذا. منبار 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 افشل برنامج بالعالم. هواي ناس انتقدوا الزواج وخاصة الشباب يقولون ليش تتزوج وما ادري شنو. بس بصراحه الزواج علمني هواي شغلات. الزواج علمني الاستماع والاصغاء. الزواج علمني النشاط والحيويه. الزواج علمني النظافه ترتيب. وأخيرا علمني التسامح والاعتذار. حبيبتي أنا كلش آسف اليوم لما قعدتيني الصبح كان وجهي شوية مخنزر عليك. كلش سوري. عادي حبيبي ماكو أي مشكلة. شكرا حبيبتي. أنتظرك. طبعا خذي راحتك. على أبو اليوم اللي تزوجت بي. لا تفرطون دير بالكم. لا تفرطون تفرطت والله. لا افشل برنامج بالعالم. السلام عليكم. والسلام. فاتحة. لا بالخير عم الله. لا بالخير ولدي. لا بالخير ابني. ابني قول انت شو تصير من المرحوم؟ حفيده عمو حفيده. حفيده والله جدك كان صاحب الروح بالروح. اي والله. الله يرحمه. 24 ساعه سوى طلعاتنا سوى سكراتنا سوى. عم الله يرحمه. اذكر محاسن موتاكم جاء توفى الله يرحمه. الله يرحمه والله كان عنده محاسن جده. اي والله كان شراب عرق اكشر عمو. والله فيك ما يطول بيده ثانيتين. اي والله عوفنا عوفنا ما علينا. قول لي هو شلون مات المرحوم؟ والله عمو كان يسوق بالسياره. اي يابا 24 ساعه يسوق سريع. قلت له انا هذا والله بس يسوق سريع 200 مره. قلت على كيفك على كيفك ولا يفيد بي. ما صار حادث ولا صار اي شيء. يمشي طبيعي بس هو يمشي بالسياره. طقت مفخخه. الله يرحمه بمفخخه ويتقطعت عليه وينتنم. نص الشعب مات بالارهاب. هذا الارهاب موت الشعب. بعيده بعيده المفخخه عليه. بعيده بعد. بس بسببها اضطروا يسدون الطريق. فهو افتر ورجع. رجع وقفوه. اي يابا وسلابه يسلبوه يضربوا الطلقه براسه ويموت مثل الجلي. لا عمو يا سلابه رجع للبيت. رجع للبيت وقعد انا طبيعي وسولفنا وهاي وراها نام. وراها ابو فراشه هو على نامته. يا عيني على هيك موته. لا والله ما يستاهل.
واحد يموت بنومته والله مو زين يا دكتور. قاعد من النوم وقاعد ويانا وسولفنا وتريقنا سوا. الف عافيه. والله هذا ينزل من الدرج وقع مات. الله يرحمه اثول. لا يعني ما ينتبه هو كان ما ينتبه 24 ساعه يوقع. اي والله. شنحت عمو يعني. يلا الله يرحم الله يرحم الله يرحم الله يرحم احسن الله عزاكم ودي بقيه بحياتكم تك الباقي يا عم بس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه اقول لك المرحوم شلون توفى بس سؤال اقول لك سؤال ثاني الصواني شو وقت تنزل يا صواني يا ابو حسين ساعدني بشيء تعبت الفاتحة هيجي لا رايح بيت الفاتحة ما أحسن هيجي خرب يلا أفشل برنامج بالعالم هاي العملية غير هاي العملية حتعطينا قيمة بين كل العصابات قيمة له هريسي حلو زين أستاذ بالنسبة إلى أحد وقف بوجهنا استخدم العنف وياه عنف شنو بابا اذبح قتل بابا توحوش بابا قلتلكم حلويات يمه شكرا خاوة شكرا تفتح نفسكم للشغل على تستنى حبيبي قام يشتغل وكبر يمه وانت شو ما يدري اشتغل عصب يمه قبل شوي كنت كنت تسويها على روحك يمه شوف سرعة ما كبرت يمه حبيبي اوكي اوكي ترى شي بعد يمه لا يمه افتهمني شكرا اعوكم تشتغلون ولدي هلا يمه شو سخافك ولد والله خل كمل انت تفوت لي من هاي الباب حلو تقتل الحارس انت تفوت من الباب الثاني بس استاذن ابني حبيبي قبل ما تفوت استاذن مثل ما قالت يمه تستاذن وهاي مثل ما جبت لكم شاي يمه شكرا خاله شكرا تستمين خاله بلال هلا خاله حبيبي شلونك شلون خاله الحمد لله امانه سلم لي عليه يا وصل خاله دزت بيدي حلويات حليت بالمطبخ هذا المطبخ مالتكم خاله قول ليش تعمل نفسك سلم لي عليهم وليش تعمل معكم لا بالعكس خاله حبيبي حبيبي مو كل شيء اشتغل ثاني مره تفوتي عينه حبيبي عصبي من في الحار شوفوا حبيبي كبر يوم فين هي قال شكرا 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 إذا ممكن نشتغل محتاج شيء بعد ولدي لا شكرا شكرا يمه يمه حبيبي يلا عفكم تشتغلون ولدي يمه حبيبي يلا سالفة شوي وخرت وخرها زين نكمل تفوت من الباب الثنين تستأذن مثل ما قلت قصدي تفوت من الباب الثنين بكي افوت اني على الخزنة ز ز ز ز افتحها شنو افوز ناخذ الفلوس بيكم عودين بدنا نشتغل ورد اي امي شفتكم مساتين يوم انا ساعك كل واحد ياخذ وحده ابني وحده اخو ابني وحده ما اريد ما اريد خزنت لك يا جماعتي كل شوي فايته طالعه فايته طالعه شنو انت قمت العماره يلا شنو لا 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 بس بس خزي يمه انا والله اسف يمه لا يما لا لا يما لا اي صيح علي وردة والله وردة قبرت جوعتي كل ما يجي تسوي بيا صيح علي ولك يا حيف التربية اللي قاعد امسك تعمل فجوا مكشوف ما ابو ما ابو قياد لا امسك تعمل